اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولما نقول مطبخ مصري سمع هس للتوابل بتاعته والطعم التاني، وتقدري صوره مفتوحه تقدمي خبرتك الطهويه من خلال كل طبق فيه. معانا النهارده الكوارع. اوعى تقولوا لي مفيش حد بيعرفش يعمل الكوارع، دلوقتي الكوارع بنعملها ونبدع فيها، ولكن مع المغازل لنا واقفه. كوارع وفته انا اخلي الحمص الشامي اللي هو البروتين النباتي يشارك مع البروتين اللي موجود في الكوارع، بما ان هي غنيه بالماده الجيلاتينيه والدهون، فندعمها شويه ببروتين نباتي اللي هو الحمص الشام. فهنعمل النهارده فته الكوارع بالحمص. معانا شويه ملوخيه طازه زي الفل، ورقناهم خرطناهم ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه، بس مع الكوارع سمع هس. هنشوف طشه الكوارع مع الملوخيه هيبقى طعمها ازاي من المطبخ المصري. ومعانا النهارده كمان المفاجاه ورق عنب. ورق عنب باللحمه، ورق عنب بالخضار، ورق عنب بدبس الرمان، يا لينجي على راي اخواننا الشوام، ولكن من المطبخ المصري لازم ياخد الثلاثي المرح. ايه هو الثلاثي المرح يا مغازي؟ كزبره، بقدونس، شبت، دول اساسيين في ورق العنب بتاعنا النهارده، ولكن مش هيرحموا شوربه الكوارع اللي هي هتكون برضو الفليفر والطعم معانا. يعني الكوارع النهارده وشوربه الكوارع، في مثل يقول لك نضرب عصفورين بحجر، ولكن النهارده هنضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، اللي هي الملوخيه وفتت الكوارع والورق العنب. حلقه مميزه من المطبخ المصري، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقه يمشي ازاي؟ لو عندك شويه كوارع عايزين نعملهم مع بعض، عندنا حله ورق عنب، وعندنا الملوخيه دي اساسي هتتعمل في اخر حاجه. انت خليكي زي في المطبخ وعايزه تعملي الاكل ده النهارده. الكوارع شايفينها على الشاشه، الصوره حلوه مغسوله ومتنظفه زي الفل، وجايبينها من عند جزار نثق فيه كويس، ومعانا التوابل بتاعتنا على الشاشه. اكتبيها ورايا او سجليها بالتليفون، صوريها زي ما انت حابه، ولكن احنا عايزين نكسب كل دقيقه من وقتنا. معانا كوارع، معانا بصل، ثوم، البهارات، ورق لورا، وحبهان، وقرنفل، مستكة، وعندنا طبعا العيش المحمص والرز المصري، واساسي طبعا الفته لازم تاخد خل وبصله وتومه. طيب قبل ما ناخد اتصال، معلش، مهم جدا ان احنا عايزين ننوع عن حاجه. الكوارع لازم علشان تشتغلي فيها لازم تكون عندك متقطعه وجاهزه وتغسليها كويس جدا، لانك لو ما غسلتهاش كويس كل حاجه بتعمليها من الكوارع هتبقى بايظه. الزفاره في الملوخيه هتلاقيها، في ورق العنب هتلاقيها، لو شويه رز مصري سلقاهم بشوربه الكوارع اصبح هنا الاساس مش تمام، كل حاجه هتبقى مش مظبوطه. الكوارع بناخدها بنشوحها على النار، بناخد غلوه صغيره كده وناخد الميه دي نخلص منها، بتبقى الكوارع معانا زي الفل. بنجيب الحله بنحط فيها فص مستكه، طبعا اختصرت الوقت ده، بنحط بوكي جرنين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، كل ده زي ما حضراتكم شايفين، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، مع شويه كرفس حلوين كده والفص المستكه، تقوم الكوارع تستوي عندك. امتى تعرف ان الكوارع استوت؟ اول ما بتشوفي ان اللحم بتاعها فصل عن العظم بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. ايه ده؟ ايه الحلقه؟ شوف بص، لا بص، اللحم سايب العظم ونازل اهو، وزن العظم تقيل على اللحم اهو. شفت؟ دي الكوارع استوت، اللهم صل على النبي. زي الفل، نفس ده كمان حته. يا ويلي يا ويلي، دي عايزه بص. ودي كمان اهي اهي اهي، كوارع حلو تمام زي الفل. نفس الكوارع دي ما هتبلناها مع نعم يا استاذه؟ لا خالص ما يتحطش. تعالوا الكوارع زي ما هي كده موجوده على النار، هنسيبها. طبعا هي استوت، هناخدها نخليها ونشوف ازاي نخط سير الشغل مع حضراتكم. هنشيلها من النار كده ونخليها على جنب تبرد، دي اول خطوه. خلاص خلصنا من الكوارع، الشوربه عندي جاهزه، عندي شويه رز هسلقهم بشوربه الكوارع، عندي ورق العنب هعمله بشوربه الكوارع، ولكن هنستاذن فريق العمل نشوف ازاي مقادير ورق العنب اللي هنشتغل فيه دلوقتي مع بعض، لان مطلوب مني اعمل خلطه ورق عنب والف حله ورق عنب تتكلم مصري ويبقى شكلها حلو كده، تملى العين وتكفي كل الضيوف. حلو، مقادير الورق العنب على الشاشه. ورق عنب معانا الاخضر ومعانا المسلوق، معانا رز مصري، معانا كزبره وبقدونس وشبت، فصين توم حلوين، دبس الرمان، بصلايه مفرومه ناعمه، ملح وفلفل،
وما تنسيش تحط معلقه نعناع اخضر طازه او نعناع يابس، هيديلك طعم حلو قوي مع خلطه المحشي. المقادير على الشاشه، ايه الصوره الحلوه دي؟ اللهم صل على النبي. حله الورق العنب على الشاشه اتلفت امتى دي يا مغازي؟ بالحب بدانا نشتغل فيها عشان نجهز ونشوف صوره حلوه مع بعض. طيب خلونا نعمل الخلطه بتاعه الورق العنب، وتليفوناتنا على الشاشه للتواصل والسؤال والاجابه مباشره. ادي الرز المصري يتغسل مرة واثنين وثلاثة، وبعد ما يتغسل يا ست الكل تصفي ميته. خلي بالك علشان كمان مطلوب منك الرز ما يعجنش جوه الورق العنب، وفي نفس الوقت حبات الورق العنب ما تفتحش من الرز والخلطة اللي احنا بنحطها فيه. فعشان كده هعلمك النهاردة ازاي تلف ورق عنب بطريقة بسيطة وسهلة. ادي ورق العنب، هنبدأ نحط هنا مع الورق العنب ده، سوري، مع الرز فص ثوم، بصلايه ناعمه بالشكل ده كده، الخضره بتاعتنا هنفرمها مع حضراتكم، انا حابب افرمها عشان تتفرم ناعم. معانا كزبره، الثلاثي المرح، كزبره، شبت، بقدونس. الشبت خليه اقل حاجه، حاضر ماشي. الكزبره والبقدونس والشبت دول معانا كده زي الفل اهوت بالشكل ده كده اهو، دول يتفرموا ناعم كده بالشكل ده كده اهوت زي الفل. هناخد دول كده، اللهم صل على النبي، ونفرمهم بالسكينه ناعم. الورق العنب او المحشي عموما يعني في طريقتين، يا اما ان احنا نعمله ني في ني، يا اما ان احنا نعمل الخضره تتسبك على النار. حلو الكلام. انا بعمل ورق عنب، الخضره اللي تتسبك على النار ممكن مع الكرنب تبقى لطيفه وجميله، بما ان الكرنب له ريحه كده قويه جدا، وعشان كده بنتخلص من الريحه دي بوجود الكمون في قلب الورق الكرنب. اما الورق العنب لطيف وجميل ريحته حلوه، فاحنا هنستخدم الخلطه بتاعتنا كلها ني في ني مع بعضيها، لان معانا شوربه كوارع قويه، ودي طريقه سهله وبسيطه من غير ما نسبكها على النار. بصلايه ناعمه، الخضره بتاعتنا نفرمها ناعم بالشكل ده كده، حابه تحط لحمه ضاني مفرومه معاه يا سلام تبقى جودت في الموضوع. اخواننا الشوام بيعملوا الورق العنب ده بالخضار اسمه يالنجي، معروف بتقدم طبق مقبلات بيبقى لطيف وحلو، دبس الرمان وزيت الزيتون اساسي فيه. وطالما قلنا يالنجي او ورق عنب بالزيت المسمى بتاعه ده، ما بياخدش اي ماده دهنيه، بياخد زيت زيتون وبس. الخضره بتاعتنا مغسوله وزي الفل، بتنزل على الرز المصري بالشكل ده كده. حلو، هنحط شوية زيت زيتون مع الخضرة دي. أنا مش عايز أحط سمنة هنا، ليه يا مغازي مش عايز تحط سمنة؟ لأن عندي شوربة الكوارع دسمة وتقيلة، فأنا مش عايز أحط سمنة. أهو بالشكل ده كده، ده زيت زيتون. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل بالشكل ده كده. عايزك تعملي الورق عنب النهاردة ده، ورسالة حلوة منك لأولادك لأسرتك لجوزك اللي راجع من الشغل تعبان. انا عامله لك النهارده حله ورق عنب، عملها المغازي على القناه الاولى. تقعدي كده وتلف الورق العنب، دي رساله حب، خدت وقت كبير. في بعض الناس بتشتري الورق العنب ده ملفوف وجاهز، مفيش مشكله لو ما عندكيش وقت هنسامحك، ولكن خلي يوم كده في الاسبوع، يوم في الشهر تلف الورق العنب ده بايدك، لان لمسات الحنان والحب بتطلع من ايدك في لفه الورق العنب ده. دبس الرمان، ده دبس الرمان نزلت بيها اهوت على الخلطه بتاعت الورق العنب بالشكل ده كده. حلو، معانا معلقه هريسه حلوه اهي، تدي له طعم السبايسي شويه. حلو الكلام، ونقلب كل ده مع بعض. رز مصري، بصل، ثوم، بقدونس، كزبره، شبت، زيت زيتون بالشكل ده كده. الخلطه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. معلقه الهريسه قلبت كيانها وخلت طعم الرز لطيف وجميل. اهو الخلطه حلوه ازاي اهي. طبعا الشغل كتير النهارده، فاحنا طبعا مجهزين حله ورق عنب ملفوفه جاهزه، ومعايا طبق كمان ملفوف، بس انا عايز اشرح طريقه سلق الورق العنب نفسه. الاخضر اللي معانا ده كده زي الفل. عايز اقول حاجه على ورق العنب ده قبل ما يتلف، اللهم صل على النبي. ده ورق العنب جبناه من عندي بتاع الخضار، وده متواجد. بتاخديه بتغسليه بميه ساقعه، ما يتغسلش بميه سخنه. ده اهو يا غالي. ورق العنب بتاعنا زي الفل، بتبقى ناحيه ناعمه وناحيه خشنه.
ناحية فيها العروق باينة وناحية ناعمة بالشكل ده كده. اه ده اهو عينيا، حاضر اهو ده الورق العنب، ادي الناحية الناعمة ملمسها ناعم حريري، والناحية الخشنة نجيبها اهي زي الفل بالشكل ده كده. هما دول الناحيتين. عشان انا ليه بنوع على الموضوع؟ عشان في كلام جاي بعد كده. الورق العنب ده عشان اسلوه سلايز ليمون، معلقة ملح في مية بتغلي، سلايز ليمون وسنة خل صغيرة وشوية ملح والمية تغلي، أسقط الورق العنب ده ياخد غلوة والتانية أصفيه ويبقى عندي بالشكل ده كده. أهو أنا بشكر المساعدين بتوعي، يعني شايفين التكنيك العالي ده قبل وده بعد. معانا أهو الورق العنب اتسلق، أهو 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 عيني، أهو أهو ده الورق العنب بعد ما اتسلق أهي 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 يا شباب. إحنا ليش بنضيع وقتي في حاجات مفيدة جدا على فكرة، وده أهم من اللي أنا بعمله بعد كده. يعني ورق العنب أنت شطار في لفه، أهو دي الناحية الناعمة ودي الناحية الخشنة، أهي أهي. حاضر عيني، حاضر حاضر يا شفيق، أهو دي الناحية الناعمة، أهو ده الورق العنب الاتنين، أهو سبحان الله. إيه الصورة الحلوة دي؟ قولوا معايا الصورة الحلوة بألوانها الخضار والسوى، أهو حلو أوي تمام. المهم اللي أنا عايز أقوله هنا، صدقوني بجد احنا كفريق عمل، انا اقل واحد ابذل مجهود، كلنا نجتهد خلف الستار وامام الستار وامام الكاميرا وخلف الكاميرا علشان نطلع الصوره الحلوه وحضراتكم تكونوا مبسوطين. طيب انت بتعمل ايه يا شيف؟ احنا دلوقتي بنفرش الورق العنب اللي احنا هنلفه، بعلمك طريقه سريعه كده عشان ما تضيعيش وقتك في المطبخ. يبقى عندك كده، شفت انا بعمل ايه؟ الناحيه الناعمه هي لوش الخلطه، والناحيه الخشنه سوري انا اسف، الناحيه الخشنه هي لوش الخلطه، والناحية الناعمة اللي هي محطوطة على الكاونتر بتاعنا بالشكل ده كده، اهو اهو بالشكل ده كده اهو تاني اهو اهو. ليه يا شيف؟ لأنك أنت لو خليتي الناحية الخشنة في هي اللي هتتلف في الآخر، شكل الورق العنب مش هيبقى لطيف وهيفك منك بسهولة، مش هيبقى مظبوط في قلب الحلة. ده مهم جدا على فكرة اللي بقوله ده، اهو كلنا شطار وكلنا بنبقى نفسنا نعمل الحاجة ولكن بنيجي على سبب تافه الأكلة تبوظ مننا. تعالوا نلف مع بعض كده، اهو ناخد كده الخلطه بتاعتنا ونسقطها كده. بس انا عايز اول حاجه قبل الفاصل مخرجنا الله يبارك لك، ورقه العنب لما تلفيها انا بقول رساله حب جوزك لما يبقى قاعد كده وشايف ورق العنب ملفوف بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، نجيب الورق العنب صباع صباع، يسيب المزوره بالمسطره هيطلع كله قد بعض. هو دي الشطاره، ما الاقيش واحده قد كده واحده قد كده، لا ده بسميها كعبالة شغل، اهو ده الشطار، ويكون كله حجم واحد وندي مساحة في لفة ورق العنب ان حبات الرز تفرد عضلاتها، ما تبقاش مكتومة، ما كلش الورق العنب الاقيه من جوه محسود، يعني حبات الرز مش مستوية، مش شربانة الشوربة بتاعتها كويس، الحاجات دي كلها مطلوبة. فانا وانا بلف واحدة كده عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل، شوف ايديا ازاي بتلف ورق العنب، اهو ورقة العنب الناحية الناعمة هي اللي تحت، الناحية الخشنة اللي هي اللي فوق بطبقها كده وبلفها كده، اه شفتي اه اه بالشكل اه اه هي دي الحركه دي اه، وتبقى محنين عليها كده. ليه يا شيف مغازي؟ علشان ما تضغطش على حبيت الورق العنب تقوم تكتم معايا وتطلع الحشوه بتاعتنا مش مستويه. خلونا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف ازاي بنرص ورق العنب في قلب الحله عشان يطلع معايا قالب ورق عنب حلو، ومعانا كوارع هنشوفها بتستوي على النار. وما تنسوش طشه الملوخيه النهارده بطعم تاني من المغازي، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع لف حلة ورق عنب بتتكلم مصري، اه والتأني كده، بتحب عبد الحليم شغال اغنيه لعبد الحليم، بتحب ام كلثوم شغال اغنيه لام كلثوم، بتحب جورج زي الشيف المغازي كده بحب الاغاني القديمه بتاعه جورج وانا واقف في المطبخ، مزاجات بقى كوبايه قهوه حلوه كوبايه شاي حلو، وتبدا كده تلف، لان ورق العنب ده لازم يتلف بحب، لازم الورقه تاخد تمتص منك من اصابع ايدك الحنان والحب وانت بتلفيه. اه معانا فصوص توم، اه طيب ماشي نحط ننزل كده، دي فصوص توم اهيت زي الفل، بوزعها كده وحاطط فصوص توم تحت، معانا ورق نعناع
ونخليه زي ما هو كده عشان شخصيته بعد ما تستوي نطلعهم. حلو، ونرص تاني شوية. ده جو بقى، لأن بقى إن التوم هنا الفصوص التوم دي واحنا بناكل ورق العنب ده هتطلع لنا زي حباية اللوز. نقوم نعمل إيه يا عم الشيف؟ ناكلها كده تبقى لطيفة وحلوة. وأنا شخصياً بحب التوم السليم اللي بيبقى جوه المحشي، سواء كرنب سواء ورق عنب. نحط كده الورق العنب على الوش عشان نقفله. على فكرة عايز أقول حاجة، حط يا فندم طبق حالاً دلوقتي. حاضر، عينيا الاتنين. عايز أقول حاجة مهمة جدا، الورق العنب اللي بحطه على الوش ده إحنا مش لازم ناكله، لازم يتشال بعد كده ويتعمل سلطة. الحاجات اللي بقولها دي يا إخوانا والخبرة الطهوية دي مش من يوم ولا من سنة، سنين العمر راحت في المطبخ. خلوا بالكم الورق العنب اللي أنا بحطه، قاصد أحط كمية عشان بعد ما يستوي الورق العنب ده كده باخد الورق العنب اللي على الوش ده أحتفظ بيه وأحطه في التلاجة، وتاني يوم تالت يوم براحتي بقطعه زي التبولة واحط عليه طماطم واحط عليه شويه برغل حلوين، وتبقى سلطه الورق العنب. خلي بالك، زي الفل. هاخد الحله دي كده على النار بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، وناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه بتاعه الكوارع بالشكل ده كده، شوربه الكوارع اهيت. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، كوارع مستويه مع الحبهان، ورق لورو، قرنفل، فلفل اسود حب مجروش، جزر، كرفس، بصل، ثوم، فص مستكه في البدايه عشان زفرت الكوارع. ولما تشتري كوارع من عند الجزار ادعي له دعوه حلوه، يقوم الراجل يحن وقلبه يحن. قول له عايزه يا ابو محمد كوارعتين حلوين ويكونوا الامامي مش الخلفي. علل ولماذا الامامي؟ الامامي بتبقى ملغلغه كده وبيبقى فيها لحم حلو قوي. الحله على النار فيها الورق العنب، جبت رصيت ورق عنب، حطيت الطبق على الورق العنب اللي هو سليم بالشكل ده كده. طبعا ما ينفعش تسيب الطبق ده كده، في شوربه، في ورق عنب، في نار بتغلي تحت منه، لازم اسمع صوت الغليان. اقوم اعمل حاجه لطيفه، اشيل الحله اللي فيها الشوربه واحطها كده. الموضوع بسيط جدا، هي دي المطبخ. وازود الشوربه بالشكل ده كده. التوم في طريقتين للتقشير، التوم العادي اللي موجود في السوق نوعين، نوع بلدي وفي نوع يقول لك صيني، بيبقى محطوط كده في ايه؟ في خشب، في شبكه صغيره كده من البلاستيك. حلو الكلام؟ التوم اللي هو في الشبكه ده سهل تقشيره، بنحطه كده نفركه بايدينا ونضغط عليه بصباعنا بتطلع القشره لوحدها. التوم البلدي عشان هو بلدي والبلدي يوكل يا يوسف وجده وتيت عارفين الكلام ده، اللي هو من خير ارضنا، ده بيتجاب ويتحط في ميه، ميه دافيه شويه، تقوم القشره تفصل لوحدها، نمسكها دلال حبايه التوم في سكه طالعه زي اللوزه كده والقشره في سكه. وان شاء الله عشان خاطر يوسف عشان تيتا هنقشر التوم على الهواء. انا الكوارع خدت منها الشوربه ومحتفظ بشويه شوربه معايا، عاملهم تقال وزن كده على ورق العنب، ومعايا الكوارع هخليها، هخلي الكوارع دلوقتي. بس سامحوني يعني لو ايديا غلطت كده وقعدت اكل شويه كوارع، لان ازاي قلبي الصغير لا يتحمل اقعد اخلي كوارع بالطعم الحلو ده كده. اخليها مع حضراتكم كده علشان اخدها واعمل احلى فتت كوارع مع حضراتكم دلوقتي. كوارع عيت، ناخد اللحم بتاعها ده كده بالشكل ده كده، نشيلها خالص يا فندم، اطلعها من الاستوديو اهي. عيني حبيبي، حبيب والديك اهي، ده مهم جدا، اللهم صل على النبي. وناخد الكوارع بالشكل ده كده اهو، اللحم ده نخليه على جنب والعظم على جنب في طبق جانبي كده. معلش، مهم جدا، خلي بالك كبار السن، تيتا، ماما، ضيوفك الحلوين، لازم لما يعرفوا ياكلوا فتة الكوارع من غير عض بتساعديهم على ان هم يحبوا اكلك ويستطعموا اكلك، وده مهم جدا. الجزر المستوي ده والطماطم المستويه تطلع مع الكوارع المخليه، عشان هنعمل دلوقتي كوارع مع التسبيكه. هنحط طاسة على النار، نحط فيها فصين توم حلوين مضروبين في الخلاط، شوية كزبرة، شوية هريسة، معلقة طماطم، ونعمل تخديعة حلوة كده للكوارع دي بعد ما خليناها تغلي جواها. يا ويلي، دي مش محتاجة، دي بقى إيه، كلها لحمة. اللهم صل على النبي. العظم ده مش عايزه. ناخد الطماطم، كوبيبة السوري، كوبيبة الشامي، بتتعمل إزاي؟
مقاديرها كالاتي سريعا عشان خاطر عم عادل. انا بتبسط لما في راجل يسال سؤال مطبخ. كل الرجاله بتحب المطبخ، بس اهتمامه بالمطبخ والتفاصيل ديت انا بكون مبسوط، لان الراجل يشارك في المطبخ معناته انه في تواجب اسري وتلاحم اسري وتعاون اسري، ان الراجل يخش المطبخ حتى ولا يوم في الاسبوع. تعالوا مع بعض نعمل التخديعه والصلصه بتاعت الكوارع دي كده. ده حمص، خلي بالكم ده مستوي جاهز، هنستخدمه دلوقتي في الفته. ونمسح البوتاجاز بتاعنا ده كده، وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعملها. طاسه زي ديت على النار، الكوبيبه تاني مقاديرها كالاتي: كيلو نص كيلو من اللحمه المفرومه الهبره، ويكون اللحم المفروم ده مش ضاني، يا اما بقري يا اما كندوز حسب الرغبه يعني. حلو، وخالي من الدهون جدا جدا جدا، هبره بيسموها هبره. حلو، ويكون عندنا البرغل بتاعنا مغسول ومنقوع لمده نص ساعه تقريبا. بعد كده بنخلط اللحم مع البرغل مع بصلايه ناعمه مع فص ثوم ناعم، عودين نعناع اخضر حلوين او ورقتين نعناع اخضر او نعناع يابس علشان الشماخه بتاعت البرغل ما تبانش في العجينه، شويه قرفه، شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل، معلقه فلفله حلوه او قرن فلفل احمر حلو اللي هو الاحمر بتاعنا ده عشان تدي فليفر حلو كده وتست في الكوبيبه. كل ده يتفرمه في الكبه، وبعد كده نمسكها نخليها في الثلاجه لمده نص ساعه، وبعدين كده نعملها اصابع كوبيبه او نعملها صينيه زي ما احنا عايزين. انت بتعمل ايه يا شيف؟ انا الكوارع بتاعتنا خليناها بالشكل ده كده، الشوربه بتاعتها موجوده ما فيهاش عظم، معايا طاسه بتسخن على النار، هنحط في الطاسه دي معلقه سمنه للطشه زي الفل كده اهي، علشان هنحط دلوقتي التخديعه بتاعتها او الصلصه او التسبيكه بتاعت الكوارع. معانا كمان مكعبين من الزبده الحلوين دول زي الفل. تسخن الطاسه بتاعتنا، ولكن خلونا بقى نشوف هنقدم الفته بتاعتنا الحلوه دي ازاي. معانا سيرفيس حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت بتعملي الفته يكون السيرفيس بتاعك يجمع كل افراد الاسره. العيش بتاعنا المتحمص الحلو ده كده موجود معانا، يفضل العيش البلدي. لما تيجي تعملي فته جيبي عيش بلدي وحمصيه، بيدي طعم حلو في الفته بالشكل ده كده. يعني العيش الشامي ما ينفع، ينفع بس بيبقى طعمه يعني مش فقير، بيبقى التست بتاعه مش حلو لانه بيبوش بسرعه، اما العيش البلدي بتبقى روحه طويله شويه مع شوربه الكوارع. بالشكل ده كده، وخلي بالك بقدر الامكان ما تحطيش شوربه كتير، عشان انا دي امزجه بقى، انا من الناس اللي يحبوا ياكلوا الفته يحسوا بطعم العيش وهم بياكلوه، ما يبقاش العيش دايب كده ومعجن. خلي بالك ده الخبز كده جاهز زي الفل، طاسة على النار هنا. ايه الاخبار؟ هو ده التومه فين؟ موجوده معايا. احط مع التومه دي يا عم الشيف شويه كزبره، حلو، كزبره شويه، فلفل حلوه، وانا شغال كده. دي التخديعه لازم يبقى لها طعم سبايسي شويه. الفلفل الاسود المجروش لما يتجرش في الحال على تخديعه، على صلصه، على تسبيكه، الطعم هنا بيبقى طعم مميز. علل ولماذا؟ لان كل انواع التوابل لها زيوت طياره، حتى الفلفل الاسود بيدينا الطعم. جربي كده تطحني شويه فلفل وقربي منهم كده وانت بتطحنيهم، تشم ريحه حلوه بالشكل ده كده اهو. شفت الخلطه ديت؟ زي الفل. حطيت ايه يا شيف تاني؟ تومه، بصلايه، معلقه سمنه، معلقه زبده، حمرتهم كويس. الله على الريحه الحلوه، الله على الريحه الحلوه. هعمل ايه يا شيف؟ واحده واحده لساعه الحسم. هناخد الكوارع بتاعتنا دي كده يا ويلي لغليغو. هو ده، هو ده. الله، بقولكش انا يعني قلب الصغير لا يتحمل. شويه الشوربه الحلوين اللي معايا دول كده، واسيبهم على النار بقى ياخدوا غلوه. طعمها زي العسل. فص المستكه هنا شامم ريحته لغايه دلوقتي. بس دي غير الطشه. نقلب دول كده مع بعض
ونشوف الدنيا كده ايه الحلاوه دي. ادي الكوارع، ادي الكوارع اهي. مش لازم بقى احط عظم وابين ان انا جايب بقى ايه كرعين ثلاثة أربعة وفي الاخر هم معلقتين كوارع، لا خالص، تخليها كده وتهيئيها كده، ناكلها بالمعلقه زي الكابوريا المخليه كده. بنجيب 3 4 كيلو كابوريا وفي الاخر نلاقي ايه ربع كيلو كابوريا مخليه من الكميه دي كلها. معانا حمص الشام مسلوق وجاهز زي الفل، مش لازم تسلمه، ممكن تجيب علبه حمص صفيها واخديها غلوه على النار. ادي الحمص الشام اهو بحطه مع الكوارع. اصبح في طاسه على النار قيمتها الغذائيه تحتوي الهرم الغذائي كله، بروتين نباتي، بروتين حيواني اللي هي الكوارع بالدهون بالسمنه، والبروتين النباتي اللي هو الحمص الشام اغلاهم في البقوليات من انتاجه للبروتين النباتي، وقيمته الغذائيه عاليه جدا ومهمه جدا والياته مهمه جدا. اه بسيب دي التكتك على النار واتفرج عليها من بعيد كده، رايح جاي ابص لها كده اقول لها فينك يا كوارع. حلو، هنسيب الكوارع على النار، حله الورق العنب على النار، وحله الفته او طبق الفته جاهز. فانا دلوقتي عندي طشه الملوخيه هعملها بعد الفاصل عشان ابدع فيها، وعايز طشه الملوخيه من مزبيره هنا كل العالم يشمها لانها معموله بخلطه مصريه وبحب مصري. لكل الساده المشاهدين اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وشكل الكوارع مغري بصراحة يعني. الله يكون في عون الأساتذة المصورين والكل اللي في الكنترول معايا، وأنا كمان شخصيا مع حمص، يعني اللي مش عايز كوارع هيصطاد الحمص. حمص هنا واخد الطشة وشارب شوربة الكوارع وزي الفل. حلو الكلام؟ جيبوا لنا كده يا شباب، إيه الحلاوة دي يا شيف؟ إيه الحلاوة دي؟ وفيها البوكيه جرنيه بتاعنا، وفيها الجزر، وفيها الكرفس، وفيها البصل، وفيها التوب، وفيها الحب، وفيها الطعم المصري. انا عندي شوربه الكوارع خدتها موجوده معايا في الحله عشان عايز اعمل دلوقتي طشه الملوخيه، ونشوف نعملها مع بعض ازاي. ومعايا حله ورق عنب على النار زي الفل اهي، ببدا اشربها من وقت للتاني كده شويه شوربه من شوربه الكوارع اهو بالشكل ده كده. والطبق هنا عامل عمليه توازن للورق العنب. اول ما تلاقي ان الورق العنب ميته نشفت وتضغطي على الحله كده اعرفي ان هو خلاص استوى. اه مخرجنا حبايب اهو، اه بالراحه خالص، اه 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 بتطلع الميه على فوق او الشوربه على فوق، فيها ريحه طعم الورق العنب اه بالشكل ده كده، اه زي الفل. وهخلي الحله كده، ما ترفعيش الحله او التقل اللي موجود على ورق العنب او الكرنب الا بعد ما تشيلها من النار بساعه. ركزوا بس في المعلومه اللي بقولها دي علشان انت بتشوفي على السوشيال ميديا بعض المحترفين بيغرفلك ورق العنب طاجن كده او حله بتلاقيها مرصوصه زي الهرم، صباع جنب صباع. حلو، يعني كان واحد رسمها رسم كروكي. حلو، توصلي للصوره دي ازاي؟ الورق العنب استوى، بتشيليه من النار زي ما هو، صف ميته شويه علشان يشرب بقيه الميه، وتخلي التقال عليه ما تشيلهوش زي العرق الروستو كده او الرزبيف لما بنعمله. ما ينفعش اشيل الخيط من عليه الا لما احطه في التلاجة ياخد تبريد لمده 5 ساعات او ليله كامله، ارفع من عليه الدبار بتاعه اللي انا او الخيط اللي انا لفه بيه. ليه يا مغازي؟ عشان الانسجه بتاعه الرزبيف او الروستو تتنها متماسكه وقت التبريد، اشيله بعد كده اقطعه ويطلع معايا شرايح. هي دي التركايه في عمل الرزبيف او الروستو. نفس الموضوع في ورق العنب، اخلي التقال عليه واخليه على جنب ياخد عمليه التبريد ساعه كامله. هنا التقال هنا مثبته هياخد وضعه، تشيلي من عليه التقال وتشيلي الغطا او الطبق وتغرفيه قالب. ده اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله. خلاص هنطفي النار من عليه او هنشيله بره النار خالص عشان انا عايز النار دي واحنا شغالين مع بعض كده. حلو، اللهم صل على النبي. تمام، جيبوا لي كده. بس انا طبعا هغرفه مع حضراتكم دلوقتي حالا، مش لازم يقعد معايا ساعة. يعني انتوا عارفين الخبرة القهوية بقى، بعمل حاجات كده بتساعدني على الهوا. حلو الكلام، اهو زي ما احنا شغالين كده بصفي المية دي كده، بحطها شوية هنا كده على الكوارع. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الخليط ده؟ ايه الحب ده؟ المية بتاعت الورق العنب بتنزل على البهريز بتاع الكوارع اهو زي الفل. تمام، ونشيل الغطا ده كده.
اللهم صل على النبي. اهو زي الفل. واسيبه بره شويه كده يهدى شويه. حلو. فصوص الثوم معانا، والورق اللي انا رصه على الوش ده مظبطه لي، واسيبه كده. حلو. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي طشه الملوخيه. ادي الشوربه اللي على النار، والكوارع بتاعتي بتغلي هنا، ونجيب طبق للورق العنب ده كده عشان نغرفه مع حضراتكم. حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. ونوسع الدنيا كده. اللي عايزينه بنخليه معانا، واللي مش عايزينه بنشيله. حلو قوي. انا عايزك وانت في المطبخ زي الشيف المغازل ما بيتعامل، انت تتعامل. شيل الزبده دي، ونجهز نفسينا علشان هنقدم الاكل بتاعنا والانتاج بتاعنا. وكل واحد في عمله، في مصنعه، في مكتبه بيفرح بالمنتج بتاعه، فبيحب يتباهى بيه، وده الطبيعي. حلت الورق العنب هنغرفها، ومعانا الفته هنخليها هنا مكانها عشان مخرجنا عايزها في الشكل ده. وادي الورق العنب بتاعنا. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال يا رب. على فين يا شفيق؟ الله، كله بيستعد دلوقتي. عايز اقول لحضراتكم اللي بيحصل ورا الكواليس، والله للامانه انا بشكر كل فريق العمل اللي ورا الكواليس، كله دلوقتي يجتهد علشان يجيب لحظه رفع الحله. اسمع كلام امك يا واد. اضحكوا. ها، حلو قوي، حلو قوي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو حلو، تمام زي الفل كده. معانا الورق العنب. ليه؟ عشان سخن. جالك كلامي؟ ده لازم تسيبيه يبرد، ده اللي انا بقوله. فانا عايز اغرفه طبعا عشان حضراتكم تبصوا عليه وتشوفوا. بنزينه بطماطم، شرايح، شرايح برتقان، زي ما انت عايزه. ده طبعا طلع من النار على الدار زي ما بيقولوا يعني. ده المفروض يقعد له ساعة زمن بعد ما يستوي بره النار كده، ونغرفه يطلع معانا ماسك نفسه. عينيا. حلو؟ زي الفل. والكوارع يا باشا حالا دلوقتي، حالا. معانا نعناع اخضر. ده الطبيعي انك انت بتغرفي طبق زي ده كده، بتعملي داير ما يدور، طماطم، برتقان، شرايح، لأن الصورة الحلوة والشكل الحلو بيلفت الأنظار على السفرة. على النار بتغلي. احنا طبعا بنعمل لايف بعد الهواء، كل الأسئلة اللي حضراتكم بتسألوا عليها بنجاوب عليها مباشرة. الكوردون بلو، والبيتزا الطلياني، والبيتزا المكسيكي، كل ده هي البيتزا من المطبخ الطلياني، ولكن عشان الكل بيحبها فأصبح الكل بإيه؟ بيبدع فيها. اللي بيحط لها زبده، اللي بيحط لها زبادي، اللي بيحط لها حليب في العجينه، اللي بيحط لها خميره، اللي بيحط لها بيكنج باودر، حسب الرغبه. الكوارع، ورق العنب جاهز كده. معايا ورده حلوه بصراحه، وزي ما قلت لحضراتكم دي رساله حب لكل زوج ولكل ام ولكل ضيف. الطبق الحلو ده كده. الكوارع اخبارها ايه؟ زي الفل. معانا رز مصري الطبيعي، فته. من غير الرز المصري ملهاش أي شخصية. أنا بقى غير الناس، بحط الرز المصري على الخبزة قبل ما أحط الشوربة. ليه بقى؟ وارد الأولاد يتأخروا على ما نتجمع على طبلية واحدة، وارد إن نقعد شوية بعد الأكل كده ونستمتع بيه. فأنا عايز أشرب الخبز مع الرز من شوربة الكوارع وأنا شغال كده. حالا. زي الفل. نعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الكوارع بتاعتنا الحلوه، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا كده ونشتغل مع بعض. شفت الجو ده كده؟ ناخد شويه شوربه ونحط هنا. ده الطبيعي. حاضر يا فندم. ننزل كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ كوارع مع الحمص.
والشوربه تنزل على الخبز واحنا شغالين مع بعض. المدرسه الثانيه بتقول ايه؟ ان احنا بننزل بالشوربه على العيش وبعدين ننزل بالرز. لا انا عايز ننزل كله مع بعض زي ما انا شغال كده. الف انا وشيفه للي ياكل فتت الكوارع بالحمص. تمام، نعمل مع بعض الملوخيه. طاسه على النار زي الفل، ونروق الدنيا كده بسرعه عشان احنا خلصنا خلاص. هعمل الطشه وانا بعمل الطشه كده ونشوف طشه الملوخيه نبقى خلصت. ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ حلو قوي. يلا، ايه اخبار الفته مع الصوره حبيب قلبي حبيب والديك؟ اهو خلي دي هنا. هتعمل الفته بسمنه ولا بزبده يا شيف؟ والله انا حابب ان انا اعملها بمعلقه سمنه. حلو زي ما انا شغال كده اهو تبقى حلوه. سوري، الملوخيه، طشه الملوخيه، طشه الملوخيه. معلقه سمنه حلوه. حلو، وكمان عندي معلقتين من الزبده الحلوه الفلاحي دي كده اهو. حلو، تسيح كده على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكايه النار؟ حلو، يلا يا غالي، يلا يا حبيب والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا غالي اهو، خلاص يا حبيبي، خلاص هعمل ايه؟ يلا خلاص ولعت النار، تمام زي الفل. تمام، حاضر يا فندم. حلو، مهم جدا وانت بتعملي طشه الفته يفضل يكون الكل مجتمع على السفره، يعني انا بدات هشتغل فيها دلوقتي واخر حاجه بعملها، مخرجنا عايزنا اخلص، فالطبيعي ان انا عايز اعملها مع حضراتكم كده، وممكن الوقت خلص بس انا برضو عايز اعملها اهو بسرعه كده. النار تنجزنا ان شاء الله طبيعي. حلو، باخد التوم بتاعنا زي الفل. ادي التوم بالشكل ده كده. مهم جدا وانت بتحمري التومه بتاعه الطشه ما تسيبيش التومه على النار لما تتحمر جامد او تتحرق منك او تمرر. التومه لما بتوصل لمرحله تحمير معينه بتمرر منك، تيجي تاكلي الملوخيه او تيجي تاكلي الفته لان الاثنين بيشتركوا مع بعض، بتلاقي التومه مره، وربنا يكفينا شر المرار. سريعا كده بس. ومعانا الملوخيه بتاعتنا نسقطها في قلب الشوربه. عينيا اهو حبيب والديك. ادي الملوخيه سقطتها في الشوربه، ممكن نبص عليها كده. ربنا يبارك لك مخرجنا الجميل شفيق. الملوخيه بتنزليها وما تغطيهاش. السؤال اللي دايما بساله، الملوخيه عشان ما تفرطش نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ ما نغطيهاش. وتتحط كده في شوربه مغليه على النار. حاضر، بس هعمل الطشه ونطلع على طول. حاضر يا فندم. بالشكل ده كده. كزبره ناشفه. اللهم صل على النبي. يلا يلا. ثواني، ادوني بس دقيقه هسه معلش. سن البهارات كده حلوه، فلفل اسود كده حلو على الطشه، قرن فلفل حار ممكن تطحنيه مع الكزبره او مع التومه اذا عايزين سبايسي يعني. اللهم صل على النبي. يلا يلا زي الفل يا عبد الشيف. الفته شكلها لطيف وحلو حبايبي. معانا الورق العنب، معانا الطشه حالا طالعه اهيت لحضراتكم. يلا اللهم صل على النبي. يلا مخرجنا حبيبي. طيب حلو. اللحظه، لحظه الحسم، لحظه الكلام الحلو. زي الفل يا عم الشيف. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ صلي على الرسول. زي ما احنا شغالين كده. يا ويلي يا ويلي. كمان مره. ده الطبيعي. طبعا انت في البيت معاك وقت بقى ومعاك الحياه حلوه. زي الفل. التومه مع الكزبره اختلطت زي الفل. الف انا وشفا.
غلوة على النار ونغرفها ونقدمها لحضراتكم سريعا. حلقتنا النهاردة أعتقد فيها شغل كتير، فيها بساطة، فيها سهولة، فيها مرونة، فيها أنك تحب المطبخ تخش تعملي نفسك فيه حلة ورق عنب بتفرحي بيها العائلة والأسرة. عندنا الكوارع عملناها فتة، عندنا الملوخية بتاعتنا اللطيفة الحلوة هنغرفها مع حضراتكم كده سريعا. اللهم صل على النبي. الطعم مصري والمطبخ مصري والشيف مصري، حلو الكلام. وكمان على شاشة القناة الأولى المطبخ مختلف، كل يوم له طعم تاني مختلف علشان ان احنا نقدر ننوع السفرة بتاعتنا لأولادنا وأسرتنا. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.